اهلا بحضراتكم من جديد. ماذا يريدون من الاهلي؟ الاهلي تعادل امبارح مع البنك الاهلي بدون اهداف. مبدئيا الاهلي لم يحقق الهدف المرجو منه. في اخطاء فنيه، بس هاتولي حد موجود على سطح الارض، لاعب او مدرب، في ضمانه انه مش هيغلط مدى الحياه. القرار يا جماعه قرار. لو المدرب اخذ وجهه النظر ديت ونجحت بقى عبقري، لو اخذ بوجهه النظر الثانيه وما نجحتش بقى غلطان. هي ديت الفكره. مفيش حد عنده ضمانه انها تفضل كل قراراته باستمرار سليمه يا باشمهندس. ده علق؟ طبعا. بص يا استاذ ابراهيم، انا لما قريت التشكيل في بدايه المباراه قفلت. لاني لقيت ان احنا مش بنلعب، عندنا راسين حربه او موجودين على الخط وبنلعب بوليد من اول المباراه، وده جديد لاول مره، وكهربا وحسين الشحات، ادي ده الثلاثي او راس الحربه. قفلت. وبعدين اللي قفلني اكتر ان عرفت ان كابتن وليد اشتكى وهو بيسخن، وبعدين فوجئت انه موجود بيلعب بيكمل، فكنت خايف ان الاصابه تتفاقم او هو يبقى حذر في لعبه، وده اللي حصل. لكن لما ارجع افكر، ما هو الحاجات البديهيه قوي، كل الناس قالت بقى معقوله يبقى عندي بواليا وشريف والعب كابتن وليد راس حربه؟ مش دي بديهيه؟ بديهيه طبعا. لما يجي متخذ القرار يعملها لازم عنده رؤيه تانية. ايوه. طب انا حطيت نفسي مكانه، عندما افكر هذا التفكير المختلف عن غالبية المتلقين أو الوسط الرياضي، يبقى ربما كان بيفكر أصلاً الماتش ده مش هواجه مساحات، ده أنا هواجه فريق متكتل. في الفريق المتكتل عايز المهارات هي اللي بتحسم، إنك ترقص ترقيصة، تشوط شوطة وإنت واقف على الكورة زي ما وليد بيعمل. فقال لك لو عرفت أخطف جون بدري ممكن الماتش يفك، وابتدي ألعب بقى إيه اللعيبة السريعة اللي عندي زي شريف وبواليا الشوط الثاني يخلصوا لي على المباراه. السيناريو ما مشيش كده. ايوه. لان كابتن وليد شعر بحاجه ربما تكون اثرت عليه، حرصه انه ما يخذلش موسيماني اللي هو واطع فيه ثقه جامده جدا الفتره اللي فاتت دي، ربما خلاه قال اتحمل، وهنا خطا من اطراف كثيره. ما ينفعش يا جماعه ان احنا ناخد مخاطرات في الوقت اللي احنا فيه ده. ايوه، داخلين على قائمه كاس العالم، ما ينفعش مباراه فيها طقس مش بصرف مزبوط. النظر بقى حتى لو كسبت مطره، حتى لو كسبت الماتش ظروف المباراه بقى. ايوه، طقس مش ظروف المباراه. اولا فريقين من مصر اللي ضحكك ان يلعبوا في اسكندريه، من القاهره، ها فريقين من القاهره رايحين في القاهره بيسموها يعني مصر بالفلاح، في القاهره يلعبوا في اسكندريه. هو اسكندريه دي النواد بتاعتها مش معروفه باليوم والنتيجه والساعه، ده انت لما بتيجي اي زمان كان يدوا اجندات فيها مواعيد النواب من يوم كذا الى يوم كذا، صحيح. فانت عارف ان هيبقى فيه مطر كثيف. ليه؟ وهو لما تيجي تسمع كلام الاستاذ عبد الناصر محمد، قال لك الاستاذ احمد مجاهد كلمنا وقال احتمال نحتاج ناجل المباراه، ما كانش لسه فكره كورونا اتطرحت لظروف الطقس اللي عندنا في اسكندريه. هي نفس اسكندريه؟ بلغت ان اسكندريه بتتعرض لامطار لظروف صحيه مناخيه مش مناسبه. ليه العب لازم في اسكندريه؟ وخصوصا ان البنك الاهلي في مجموعه الصعيد. والله فرع الصعيد. ما البنك الاهلي ده اللي في الصعيد بيجي يلعب في القاهره. يعني اسوان، انا هفتح قوس بس، انا مش عارف لامتى اتحاد الكوره في كل مجالسه القديمه والجديده والسابقه بيضحكوا على الصعايده. انا اسف ان ده بيحصل، لانه البنك الاهلي في القاهره اذا كان له فرع في المحافظات فله فروع في كل الدنيا. السنه اللي فاتت لعب في الدرجه الثانيه في مجموعه الصعيد، السنه دي الاعلاميين مجموعه الصعيد، وهكذا، وقبل كده الترسانه اتحط في مجموعه الصعيد. هم ساعات يعتبروا ان الصعيد يبدا من الجيزه، ماشي، لكن البنك الاهلي ده حتى النادي بتاعه موجود يعني في يبدا من الجيزه، يعني الزمالك يروح يلعب في القسم في مسابقات الناشئين، الترسانه والزمالك بيلعبوا في الصعيد؟ لا طبعا، عاملين لهم دي منطقه الجيزه لوحدها عشان في ترسانه. هو انت عايز تجامل حد عشان يصعد؟
فجاي على حساب الصعايده. مش ضروري اخدها كده، انما عايز اقول ايه، انها بتبقى حل من الحلول. زي الجونه ما بتلعب في مجموعه بيزقوها بعصايه العمد. يعني الجونه مش بتلعب في مجموعه، بس الجونه البحر الاحمر محسوب جغرافيا البحر الاحمر طبعا، انما هتوديه الصعيد. هتوديه الصعيد طبعا، هتوديه الصعيد. اذا ما علينا، بتكلم على مكان اللعب. هي المساله اللي بيزقوها بعصايه العمد. المساله مش ان احنا نعذب بعض. المهم يعني لان الارض دي الموحله في الاجواء دي اللي فيها صقيع بتؤثر على العضلات، وبتبقى بتعرضها بشكل اكبر. سيبك من انها بتؤثر على العمل الفني، لان المباراه دي كان 77-23 هي استحواذ. يعني دي من الحاجات الغريبه جدا. لكن مش مساله ان انت بتاخد الناس تحطها في ظروف الغير ملائمه، ولا حتى دي من الفير بلاي. لو ملعبك ماشي، لو ملعبك استفيد من الطقس. لو انا بلعب في اسكندريه، لا انا مصمم ملعب في اسكندريه، ايوه نقطه لصالحي. انا واخد على الجو ده، انت مش واخد عليه. زي الجونه ملعب هوا جامد جدا، انا لازم العب حتى لو هلعب الظهر ما عنديش اضاءه، بتروح تلعب في الجونه. اسوان المودشن الثاني سنه اللي بيقولوا اشمعنى الاهلي ما بيسافرش وما بيروحش، الزمالك ما بيسافرش، الزمالك حتى ما وافقش الاسوان انه يتبادل المباراه زي ما الاهلي عمل مع المحله. يعني الاهلي مش هيلعب الماتشين بتوع المحله هنا. ده وافق للمحله انه يبدل، ولذلك استحق شكر نادي المحله، ما استغلش الظرف. الزمالك قال لا انا ماليش دعوه. فالماتشين بتوع اسوان زي ما اتلعبوا السنه اللي فاتت في القاهره هيتلعبوا السنه دي في القاهره، عشان بس الناس بتوع اشمعنى.